العراق العديد من المصاعب المصرفية مؤخرا، ارتفاع في أسعار صرف الدولار، لا زال هذا الأمر مؤرقا للشعب العراقي. عادة الجانب الأمريكي هو المرتبط بهذه القضية بشكل مباشر أكثر من غيره، ولكن كان لكم لقاء مع وزيرة المالية السيدة طيف سامي، وهذا هو الذي جعل البعض يفكر ما إذا كانت بريطانيا سيكون لها دور على المستوى المصرفي بشكل أوسع، تساعد بريطانيا العراق، ممكن العراق على المستوى المصرفي، الأنظمة المصرفية وغيرها. هل من الممكن لنا أن نتوقع أن بريطانيا سيكون لها دور أيضا بهذا الاتجاه؟ بلا شك، أعتقد أن البنك المركزي العراقي يشتغل ويا نظيرهم الأمريكي في كيفية امتثال بشكل أفضل المعايير المصرفية الدولية. هذا الدور الأمريكي. لقائي مع معالي الوزيرة كانت فرصة لأقدم نفسي، ولكن أيضا لاستعراضنا التعاون المالي ما بين بريطانيا والعراق. أيضا أنا أتكلم في هذه المقابلة أستاذ أحمد في الخبرة وكيفية نساعد العراق، وهذا كان في مثال من هذا الاجتماع. فكان معي في الاجتماع مع معالي الوزيرة فريق من لندن متخصص في كيفية تحويل نظام الضرائب والجمارك من نظام ورقي إلى نظام رقمي، ولديهم خبرة من العملية ببريطانيا، ولكن أيضا لديهم خبرة في مساعدة البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا لتحويل نظام الضرائب والجمارك. وهذا خطوة مهمة، مش سهلة، وقد ممكن نعتبره خطوة صغيرة ولكن مهمة، ولديها تأثير استراتيجي على كيفية يشتغل الاقتصاد. الآن العراق أحد من دول قليلة التي يجري الاقتصاد قائم على النقد والأوراق، وهذا يعيق الاستثمار. وأعتقد إذا ننجح في تحويل نظام الضرائب والجمارك إلى نظام رقمي، إن شاء الله هذا سيحسن ويزيد ثقة المستثمرين، لأن هناك أكثر من شفافية أكثر.